شاحنات منظمة الأمم المتحدة من جديد تدخل وعر حمص المحاصر منذ أعوام. تحول هذا الوصول غير المنظم لقوافل المساعدات إلى ظاهرة لا تغني ولا تسمن من جوع، بل بات المحاصرون يرون فيها وسيلة ترفع الحرج عن قوات نظام يحتجزهم فيما يشبه السجن، وتوهم العالم بأن الحصار كسر. كل يوم سيارات الأمم المتحدة ومنظمات أممية عم تدخل لداخل حي الوعر من أجل عملية إدخال بعض المواد إلى داخل هذا الحي، ولكن هاي المواد نقدر نعتبر أنها رح تكسر حصار؟ لا، هي عبارة عن أبر مخدرات تستخدمها هي بيستخدم النظام لهي المنظمات من أجل إدخال بعض المواد إلى داخل هاي المناطق المحاصرة مشان يضل الحصار مستمر وظل النظام يقدر ياخذ قرارات من هاي الناس المحاصرين داخل هاي المناطق ويسيطر عليها كيف ما بده. قوات النظام تسمح بما تريد وتمنع ما تريد عمن تحاصرهم من السوريين في آخر أحياء عاصمة الثورة الخارج عن سيطرتها. ضمت هذه القافلة 21 شاحنة تحمل طحينا ومتممات غذائية ومواد تنظيف إضافة لمواد بناء ولقاحات، في حين يرى السكان هنا أنه على المنظمة العمل على فك الحصار لا تكريسه. فات شوية طحين وفات منظفات، أبسط متطلبات الحياة هون ما عم نلاقي إياه، يعني شو نساوي؟ عم نزرع شوي بهالأراضي خيو وما عم تكفي، يعني يا تنجح يا ما تنجح، بدنا يفتح الطريق على خلقه، بدنا ناكل بدنا نشرب. المنظمة الدولية أرسلت قافلة مساعدات مماثلة في حزيران الماضي إلى حي الوعر، حيث تحاصر قوات النظام نحو 14 ألف عائلة منذ أكثر من 3 سنوات للضغط على كتائب الجيش الحر هناك وفرض اتفاقات تختمها على الصعيد العسكري عبر سلاح تجويع المدنيين.